دولة الرئيس، دون أن أكرر وأحاول أن أعيد السؤال من زاوية أخرى فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية للعراق، الحكومات السابقة لم تتمكن من لعب دور التوازن أو جعل العراق محايدا في الصراعات القائمة في المنطقة. الحكومة الحالية وبشكل واضح تصرح بأنها تسعى لتفكيك الأزمات الخارجية في المنطقة واللجوء لإطفاء الحرائق حتى تنعكس على الداخل. هل تعتقدون فعلا أن مشكلة العراق تبدأ حلها أو يبدأ حلها من الخارج ومن ثم تنعكس على الداخل؟ بكل تأكيد تكامل بين الداخل والخارج. الحل الخارجي وعلى غير كافي، ولكن العامل الخارجي ساعد كثيرا بإعادة ثقة العراق إلى المنظومة العربية، إلى المنظومة الإسلامية، إلى المنظومة الدولية. في زمن صدام العراق كان دولة مارقة، اليوم العراق يحاول يستعيد سمعته الدولية، سمعته الإقليمية. بكل تأكيد يجب يكون هناك تكامل وتنسيق بين الوضع الداخلي، الملفات الداخلية اللي تشجع العنصر الخارجي على التكامل أكثر. مع كل هذا يبقى العنصر الخارجي مهم جدا في قضية استقرار العراق ودور العراق المستقبلي. العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية هل تدرج ضمن إطار التوازن مع الآخرين باعتبارها أنها الدولة الأكبر تأثيراً في العراق بالتقاسم مع دول أخرى؟ بالتأكيد العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية هل ستأخذ إطار محدد دولة الرئيس؟ خلينا نبعد العراق عن مساحات النفوذ. إلى متى العراق أصبح نفوذ فلان دولة فلان دولة؟ كانت أمريكا وغير أمريكا، أمريكا دولة عظمى على عيني ورأسي. كيف نستفاد من أمريكا في خدمة مشاريعنا الداخلية في التعليم، في الصحة، في الثقافة، في الزراعة، في الصناعة، في النفط؟ أما الحديث عن البحث النفوذ السياسي، بكل تأكيد نرفض أي نفوذ سياسي لأي طرف كان من يكون، أمريكا وغير أمريكا. ما نقبل أي نفوذ وسوف نحارب أي نفوذ خارجي، نعم، ولكن نبحث عن علاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية. بكل تأكيد أمريكا دولة كبرى، دولة عظمى، لديها إمكانيات علمية، كانت في الثقافة، في التعليم، ممكن يستفاد معها حتى في الاقتصاد. عينها العمل بكل جدية في إنجاز علاقات صحيحة، ولهذا السبب قمنا في الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية والعمل على ترتيب وتنظيم هذه العلاقة. ولهذا السبب فقراتها ليش تخص الجانب الأمني فقط، تخص الجانب التعليمي، الثقافي، وحتى في الجانب السياسي. بكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية دولة مهمة، سوف نحاول الاستفادة قدر الإمكان في خدمة مشاريعنا في التنمية وفي التعليم وفي الصحة وفي كافة المجالات.